مرحبا بكم الناس الكل. اليوم شنو مع بعضنا؟ غريبه حمص. الحمص لهنا جبتوا معايا من تونس، والا تنجموا تعملوه وحدكم، نخليكم في صندوق الوصف كيفاش تنجموا تعملوا الحمص هذا وحدكم. انا جبته هو لونه فاتح وريحته الحقيقه ماهيش ريحه حمص هكا قويه باهيه، وليت عرشته هكا على النار باش تبدل اللون نتاعو ولا لونه اغمق. ناخذ بالكميه بالكميه، هوني عندي 850 غرام. شوفوا الفرق في اللون، هاكا الفرق في اللون كيفاش. هذايا اللي منزل ما تعرجش، هذايا تعرج مليح وطلعت منه ريحه الحمص. نجي نحط طوا على ثلاثة، هاني قسمته، نعاود نعرجه هذا على نار متوسطة ونرجع إن شاء الله. ولهنا كملت 800 غرام الحمص، عرجته مليح هكا غميق، باش نحط عليه 300 غرام فرينة. 300 غرام فرينة، ولهنا حطيت 300 غرام زبدة بون باردة عندي شوية، باش نحطها شوية في الميكرون دون ما تترخف، نحبها بحرارة الغرفة. وعندي 280 غرام سكر محور مرحي، معناها على الاخر بودر، معناها 280 غرام سكر محاور. نعاودو 800 غرام فرينة حمص، 300 غرام فرينة، 280 غرام سكر محاور، و 300 غرام زبدة. وزيت لهنا باش نبدا نحط 200 مليلتر، ومن بعد تقريبا باش نزيد 200 مليلتر اخرين. المهم نتحصلوا على بات متماسكه بالكدا. لهنا اول حاجه نعملها باش نجي نغربل الفرينة والحمص. الحمص عمل لك عابر خاطر عرجناه، هذاك علاش باش نغربلهم. بسم الله، ريتوك الكعابر اللي عملها من الحمص هذاك خاطر عرجناه. وحتى كان ما عرجتوهش غربلوه، يبدا فيه كعب يبسي. ها كريتو الفرق، وكملنا طوا غربلناها كولت كعبة بكعبة. الفرينة تخلطت بالقداء هايكا مع الحمص وتوزعت بالتساوي. طبعا نجي ناخذ الشقالة نتاعي الاولانية هذيك، مش مشكلة من غير ما نقعد نغسل فيها، نحط فيها الزبدة. والسكر، هذا السكر المحور. بسم الله، هايك الزبدة ماذا بينا تكون كريمية. أول مرة تعلمت هالغريبة على جارتنا، جيت حلنا فيها بالطريقة هذه، قعدت تقريبا ماخذ نفس الطريقة، ما كل مرة نبدل الحقيقة. طبعا نخليكم الفيديوهات بتاع أنواع الطرق اللي عملتها، معناها بتاع الغريبة، أما أحسن طريقة عجبتني هي هذه. نحنا ما كناش نعرجوا الحمص، كان نشريوه حاضر، معناها مرحي حاضر. سينو نشريوه كعب، هذاك كل حمص شطار ماهوش حمص ني، حمص كلاشطار هذاك نشريوه كعب ونعاودو نعرجوه في الدار وهو كعب، ومن بعد نهزوه للطاحونة نرحيوه. وطبعا باش نحط الزيت. بسم الله، هكا وطوا نبدا نحط في الغريبه نتاعي. بسم الله، باش نكمل بقيتك الزيت، وما زلت باش نقعد نزيد من بعد.
هوني حطيت 100 ملي زيت، وباش نشوف روحي قداش باش نزيد. تقريبا نحطها الكل 100 ملي، معناها 300 ملي زيت. توا يا تخدموها بيديكم بالكدا، ولا تخدموها في الماكينه في الرحى نتاع ماكينه الرحى هذيك نتاع اللحم. وتوا شديت كعبرتهم هكايا كعابر كعابر هكا، يا تبيتوهم ليله كامله اللي يقروا زيتهم، ومن غدوه كان عشنا تخدموهم بيديكم وبعد تخدموهم غريبه، والا من توا نخدموهم في الماكينه هذيا. ها يا ديجا بديت نرحي فيهم، حسيتهم شيحين، زدتهم شويه زيت. تقعدوا هكاك بالعين، المهم توصلوا تكونوا كوره هكايا كيف ما هكا، وتبدا كي تنزلوا عليها هكايا تولي تلق بالزيت. ها هيا، وما تديش طريه برشا، تبدا تتقص هكا في اثنين هكا. هذه التكستور اللي نحبوها. الغريبة وهذا اللي بالماكينة باش تخليها تقر زيتها. وتوا نشدوها نعملوها هكايا، كويرات هكا. وطاو نجيو للتشكيلة هوكم، بعد ما كملنا كعبرناهم ها هوكم نجيو للتشكيل هكا. نجي ناخد هيك الكعبورة هذيك ونبدا ننزل عليها هكا. وهوني خديت ورقة عيرت بها، هي بيدها قصت بها من بعد. حسيلو إذا تعبتكم وتفتفتت معاكم ما زيدوها شوية زيت باش تشد معناها الفورمة متاحة. هي الحقيقة الفورمة هذه تعب شوية، تشد اليد لمحالة، يلزم بسياسة معناها ترولي وتبدأ تنزل عليها تخرج في الهواء وتاخذ شوية وقت، والباقي الأخرين يمشي كملهم نورمال. الفرن متاعي ديجا يسخن على 140 درجة. بون باش نوريكم الفرق بين الفرن على 160 درجة والفرق بين الفرن على 140 درجة. بقلوا لاني باش ندخلوا على 160 درجة، شوفوه كيفاش باش يولي، وشوفوا اللي بعده في على 140 درجة كيفاه. خاطر برشا يقولوا لي رانا عملنا الوصفة وراهو علاش ترحرحت معانا وتشققت معانا الغريبة. هاني باش نوريكم كيفاش تترحرح وتتشقق الغريبة في نفس المكونات ونفس العجينة ونفس الفرن، لكن مش نفس الحرارة. اها وشوفوا هوني طبق الاولاني كيفاش خرج، طبق الاولاني خرج هاكا مرحرح ومشقق، معناها كبر اكثر من اللازم وتشقق. والطبق الثاني ها هو، شوفوا كيفاش هاكا الصوابع هما بيدهم مستويين ما همش مشققين، والوحدات طايبين هاكم خرجوا طايبين، امورهم واضحه. قعدوا قعدوا 20 دقيقه، عفوا 20 دقيقه في الفرن، قعدوا 20 دقيقه في الفرن على 140 درجه. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله، وبسلامة.